محمد، يجب أن أوصيك. ما الأمر يا رقي؟ لماذا سكتت؟ تذكرت أنه لا يوجد في جيبك سوى 50 ريال. أعرف أن راتبي لا يكفي بحاجات المنزل، خصوصا وأنا لازلنا زوجين حديثي العهد. الدار بحاجة إلى مستلزمات كثيرة، أجد نفسي عاجزا عن أدائها براتب لا يتعدى 400 ريال. الحياة عسر ويسر، غدا إن شاء الله حين تتحسن الظروف ونتمكن من تسديد جميع الأقساط نصل إلى اليسر إن شاء الله. ها رقية، ما الأمر؟ هذه حاجيات تتعلق بالمؤونة وبعضها لي أنا. حدثيني عن المؤونة أولا. لا داعي، هناك أشياء نستطيع الاستغناء عنها حاليا. سأحاول تدبر الأمر. إلى اللقاء. المهم أن لا تستدين من أحد. رقية، ثمن هذه الحاجيات يفوق 200 ريال، وليس في جيبي أكثر من 50. اشتري الضروري منها فقط. اطمئني، إنني ماهر في هذه الأمور. إلى اللقاء. مع السلامة. هذه 1500 ريال. تفضل يا مصطفى. الباقي 1000 ريال. نعم. أستطيع أخذها الأسبوع القادم؟ ويحك يا رجل، ألا تنظر إلى هذه الصالة الفارغة من الزبائن؟ الآن الساعة 11 صباحا ولم يطأ أحد هذه الصالة، ولا أدري ما السبب، كأنني أرى عزوفا من قبل الناس عن شراء الأدوات الكهربائية هذه الأيام. ماذا تقول يا جابر؟ تجارة الأدوات الكهربائية لا تنقطع، إنما تشهد الأسواق أحيانا إقبالا وأحيانا أخرى إحجاما، هذه حالة طبيعية. أرجو أن تعدها الآن. إنه كبير المستوردين للأدوات الكهربائية. نعم أستاذ وايل، إنني على بعد خطوات منك. ها أنا ذا قادم إليك. ألقاك بعد أسبوعين إن شاء الله. إن شاء الله. أهلاً يا أخي وليد. أهلاً وسهلاً. أنت هكذا دائماً، لا يحلو لك المجيء إلى دارنا إلا وأنت مثقل بما تحمل. تستحقين الكثير يا رقي. أين زوجك؟ ذهب إلى عمله. أو ما يزال يعمل في مؤسسة جابر الكهربائية؟ نعم. أخبريني عن راتبه، أو ما زال يتقاضى 400 ريال فقط؟ هو ما تقول. أخبريني، لماذا لا يطلب زوجك زيادة في راتبه؟ حياؤه وإخلاصه لرب عمله. الحياء والإخلاص بحاجة إلى من يقابلهما في الجهة المقابلة، وإلا أصبحتا وبالا على صاحبهما.
عامر، هل لك أن تقرضني 100 ريال؟ 100 ريال؟ أردها إليك في نهاية الشهر عندما أستلم راتبي. ولكن أين راتبك الذي قبضته منذ 10 أيام؟ تبخر. يا إلهي تبخر. دعك من السخرية، خذ هذه الورقة، انتقي منها بعض الأشياء التي تخص المأكل والمشرب واقرضني ثمنها. لكن ثمن هذه الأشياء يفوق 300 ريال، وأنا لم أطلب أكثر من 100 ريال. اذهب إلى الهاتف، إنهم يطلبون مدير المؤسسة. أين الأستاذ جابر؟ لا أدري، لقد خرج منذ 10 دقائق، ألم تلاحظ ذلك؟ إلى أين ذهب؟ لا أدري، اذهب وأسرع، لا تضيع الوقت يا محمد. هناك نقص في المبلغ. بالفعل هناك نقص في المبلغ، 300 ريال. إذا سرق من الصندوق 300 ريال. أستاذ جابر. محمد. نعم. هناك رجل يدعى خالد. أين هو؟ اتصل بك هاتفيا بعد خروج من المكتب. وماذا كان يريد؟ قال أنه سيتصل بك لاحقا. حسنا. أستاذ، هذا هو مفتاح صندوق الحساب، يبدو أنك نسيته قبل خروجك. فعلا لقد نسيته، شكرا لك محمد، شكرا لك. لقد خشيت أن يقع في يد أحدهم فيسرق. الحيطة مطلوبة يا أستاذ. بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. إلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء. أيكون محمد هو الذي سرق 300 ريال؟ لا، لا تحاول إساءة الظن بالرجل يا جابر، لقد عمل عندك مدة 2 سنين من الزمن. نعم محمد. أستاذ جابر، هذه 10 ريالات وجدتها ملقاة على الأرض. من المؤكد أنها سقطت من أحد الزبائن، نحتفظ بها أمانة لصاحبها. ممتاز، بارك الله فيك. شكرا. لا تستسلم لوسوسة الشيطان يا جابر، بين حسن الظن بالآخرين وسوء الظن بهم لحظة من التأمل والتفكير. طاب عيشك يا رجل، لقد هبطت عليك بركة السماء دفعة واحدة. الحمد لله. لكن من أين لك بثمنها وأنت لا تحمل سوى في جيبك 50 ريالا فقط؟ هذا سر أحب أن أحتفظ به لنفسي، لم أعد بحاجة إليك. يؤسفني أن أبلغك يا عامر بأن أحدهم قد مد يده إلى صندوق المال. هل تعرضت لسرقة يا أستاذ جابر؟ للأسف نعم يا عامر، ولا أظن أن غريبا قد دخل إلى مكتبي دون علمكما. هذا يعني أنك تتهم أحدنا. يؤسفني أن أقول ذلك، ولكني أفتقد إلى 300 ريال، وهذه بداية مرجعة. هذه نقودي، بإمكانك أن تتحقق منها. أعد نقودك إلى جيبك، لم أضعك في قفص الاتهام بعد.
إذن بقي محمد. لا أعلم. أبرئ من وأتهن من؟ قل لي يا عامر، هل لاحظت شيئا على زميلك منذ أن دخل إلى هذا المكان إلى أن خرج منه؟ أبدا، كان كل شيء طبيعيا باستثناء أن محمد طلب مني صباحا أن أقرضه 100 ريال وأستردها نهاية الشهر، لأن صاحبه كان بحاجة ماسة إلى 100 ريال أو أكثر من ذلك. وبما أجبته؟ طلبت منه أن يتدبر أمره. كان يحمل ورقة ملأ بالتوصيات، أظنها أطعمة وأشربة في غالبيتها. هذا يعني أنه مستعد أن يقع في المحظورات. ما الذي فعله بعد ذلك؟ لا شيء، دس الورقة في جيبه مغطاً. علني وجدت الحل. أي حل تعني؟ قد رأيته البارحة عند مغيب الشمس يحمل أكياس المؤونة ما ينوء به البعير. أكاد أجزم أن المؤونة التي اشتراها ب200 ريال ليس ب100 فقط. ألم تسأله من أين أتى بثمن كل هذا؟ سألته فأجابني أن هذا سر لن أبوح به. سر؟ إذن من هنا بداية كشف الحقيقة. إلى أين أنت ذاهب؟ أحضرت لك الشاي. يجب أن أعطي أبا خليل ما تبقى من ماله في ذمتي. أنت مدين لأبي خليل أيضا؟ اقترضت منه 50 ريالا ذات يوم ريثما أمتلك المبلغ، وها أنا ذا أمتلكه. ولماذا لا تؤجل هذا الأمر لصباح يوم الغد؟ لا أضمن أن أعيش إلى صباح يوم الغد، يجب أن أؤدي الأمانة لأصحابها. أراني ارتحت قليلا، فزيادة التي كنت سأطلبها من جابر جاءت إلي دون عناء أو كد. إلى اللقاء. مع السلامة. مساء الخير يا جاري العزيز. أهلا بك. هل لك أن تقرضني 100 ريال أردها لك نهاية الشهر؟ لا أظنك نسيت أنني طالبتك بمثل هذا المبلغ صباحا ولم تقترث لي. في الحقيقة يا جاري العزيز، لو كان لدي ما طلبته ما جئتك الآن. خذ، لن أفضحك، هذه 50 ريالا، تدبر أمرك بها. ماذا تفعل عند باب الدار يا رجل؟ كنت أنتظرك لنذهب سويا للعمل. ولكن من هناك تقف على هذه الشاكلة يظن أنك تسترق السمع لما يدور داخل الدار. ومن الذي يدفعني لاستراق السمع؟ لست أدري، ولكن وقوفك على هذه الشاكلة وراء باب الدار أمر غير مستساغ عندنا في الإسلام. حسناً، حسناً، لا داعي لهذه المواعظ الآن. أقرضني 100 ريال وسأعيدها لك مساء اليوم. لا أملك سوى 50. ولكن في جيبك 100 ريال. ومن أنبأك بهذا؟ سمعتك وأنت تحدث زوجتك بذلك. إذن كنت تسترق السمع. في الحقيقة أنا أستطيع أن أغلق فمي، ولكن لا أستطيع أن أغلق أذني. ما دمت كذلك فاكفف يدك
لن أعطيك شيئا. كل الدلائل تدفعنا إلى الشك بأن محمدا قد اختلس 300 ريال، بل تدفعنا إلى اليقين بأنه هو الفاعل ولا أحد غيره. كم كنت مخدوعا به، المرء مخبوء تحت لسانه وطيلسانه، وأنا كذلك خدعت به لثلاث سنوات مضت. ما كنت أتوقع منه بأن تمتد يده إلى صندوقك. من أنطاف الله علي أنني كنت أضع مبلغ 10,000 ريال ولم أسرقها كلها. ما الذي دفعه بأن يكتفي 300 ريال فقط؟ وأنا أردد نفس هذا السؤال ولكني لم أجد جوابا حتى الآن. ربما يعتقد أنني لا أدون حساباتي في دفاتري ولا أكرر حساباتي كل يوم. أعتقد بأنه بسرقة المال القليل هذه، يعتقد أنني سأكون لينا معه. ولكن رويدا يا محمد، سأقتص منك. هل ستشكوه للشرطة؟ للشرطة؟ لا، ليس الآن، كل شيء يجري في أوانه. تجلس ساعتين متواصلتين صامتا يتأكد أن جبلا من الجليد وقع على رأسك. بل وقع على رأسي جبل من الحديد الصلب. ما الذي حصل؟ لن نذهب إلى العمل صباح الغد. ما الذي جرى بينك وبين الأستاذ جابر؟ كل ما في الموضوع أنه استدعاني إلى مكتبه قبل الانتهاء من العمل بقليل وقال لي: أستطيع الآن أن أقول لك أنني لست بحاجة إليك. ثم أعطاني ورقة دونت عليها استقالتي وأرفقها 1,200 ريال كتعويض صرف. ألم يقل لك شيئا يبرر تصرفه؟ كل ما تفوه به أن توصية أتته قبل عدة أيام دفعته على ألا يسلمني للشرطة. الشرطة؟ ما الذي أقدمت عليه يا محمد؟ صدقيني لم أفعل شيئا، لم أفعل شيئا يا رقي. كان يكلمني وكأنه يسترد ثأرا مني. حاول أن تتذكر بماذا أثرت غضبه. صدقيني يا رقي، لم أفعل شيئا. ماذا لو كان عامر هو من أوغر صدر جابر عليك؟ اتق الله يا رقي، اتق الله فيما تقولين. التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين أمر منبوذ عندنا في الإسلام. المؤمن من ينظر إلى الناس بعين طيبة، يبحث لهم عن الأعذار ويحسن بهم الظن. تفضل. وما هذا؟ 300 ريال وهي لك. 300 ريال وهي لي أيضا؟ هذا كرم منك. منذ متى كنت توزع المال على الآخرين يا مصطفى؟ عندما يخطئ الآخرون في حساباتهم ويعطون للناس زيادة على حقوقهم. ألم تعطني منذ أيام 1,500 ريال كدفعة على الحساب؟ بلى. عندما خرجت من المحل عددت المال فإذا به زاد 300 ريال. ولما لم تخبرني حينها فورا؟ أردت أن أكيد لك كي تحسن التصرف في المرات القادمة. ولكنك بهذا أوقعتني في ورطة وعذاب ضمير يا مصطفى. أي عذاب ضمير تقصد؟ في أمان الله. إذا لقد ظلمت الرجل يا جابر.
عامر، لما كل هذه الدماء يا عامر؟ ماذا حدث لك؟ وهذه هي الحكاية. إن بعض الظن إثم يا محمد. لقد ظننا بك سوءا وأنت بريء من كل هذا. كان علي أن أجد لك المعاذير، لا أن أفتش عن الأخطاء أو أصطاد العيوب. أقرر لك اعتذاري وأطلب منك أن تعود إلى عملك منذ اللحظة، بل ألح عليك العودة، فهذا يسعدني. ماذا قلت؟ لا يسعني يا أستاذ جابر إلا الموافقة بعد أن بانت براءتي وانمحى سوء الظن بي. الحمد لله، ولك مني 100 ريال إضافية في الشهر. 100 ريال إضافية؟ نعم، أنت تستحقه وتستحق أكثر من ذلك. كان علي أن أعطيك ذلك قبل أن أعرض سوء الظن. لا تنسى أنني بانتظارك، ولا تنسى أيضا أن تهنئ صديقك عامر على سلامته. لقد وقع عليه رف زجاجي حينما كان ينظف هذه الأرفوف، فجرحت أذنه جرحا بليغا. أرجوك لا تسألني عن السبب ولماذا جرحت أذنه دون سائر أعضاء جسمه كفمه أو أنفه، فأنا أعرف. على إذنك، إلى اللقاء.